ومن الخرطوم ينضم إلينا الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي. سيد الفاضل، قبل الحديث عن كل هذه الاجتماعات التي ظهرت اليوم والتي عقدت اليوم، دعنا نتحدث عن آخر شيء تحدثنا عنه الآن، وهو هذه الاعتقالات. يعني كيف ربما كان واقع أو صدى هذه الاعتقالات لدى الشارع السوداني؟ اتجاه المجلس العسكري الانتقالي لإعلانات أو تسريبات تتعلق باعتقال بعض رموز النظام السابق، لم تعد هذه القضية يتعاطى معها الشارع في الحراك بشكل جاد. ينظر الناس إلى ضرورة أن يروا هؤلاء الرموز بشكل واضح وعلني، ويدركوا أين هم الآن، وهل هم في السجن الاتحادي المركزي. وحتى الآن لا توجد أي إشارات رسمية سوى تصريح مقتضب للناطق الرسمي باسم المجلس، تحدث عن اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، لكن بشكل رسمي حتى الآن لا توجد تأكيدات في هذا الاتجاه. وبالتالي الأثر كلما تطاول الأمد وأصبحت هناك قيوم كثيفة تلبد سماء الخرطوم وضبابية تلف المشهد، وحالة من الإرباك، يعني لا يستطيع الناس أن مع تطاول الزمن وعدم اتخاذ إجراءات عملية، رغم ما صدر من تصريحات اليوم عن طريق النائب العام المكلف وحديث عن القبض عن بعض الرموز، إلا أن الناس ينتظرون خطوات إجرائية عملية. طيب، يعني ما يشغل بال السودانيين الآن إلى محاكمات. نعم، ما يشغل بال السودانيين كما فهمت من حضرتك سيد الفاضل هو ربما تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية. طيب كيف تقرؤون اليوم نتائج هذا اللقاء، لقاء قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي العسكري؟ الواقع أن هذا اللقاء أيضا هو لقاء تمهيدي، تم فيه الحديث وتأكيد وتجديد للرغبة، رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير في أن انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى قيادة مدنية عبر مجلس سيادي وحكومة مدنية ومجلس تشريعي انتقالي. هذه الحزمة التي يطالب بها قوى إعلان الحرية والتغيير يبدو أنها كحزمة واحدة لا تجد قبول كامل لدى المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي لا يريد أن يفكك تكوينه ووجوده وانسحابه من المشهد بتكوين مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية. أيضا هذه المسافة حتى الآن لا تزال بعيدة بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري. في ذات الوقت الذي أعلن فيه تجمع المهنيين أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، طيب، عن مؤتمر صحفي في القد في مساء القد، ما المنتظر من هذا المؤتمر الصحفي؟ لإعلان هذه الأسماء هل ستعلن هذه الأسماء بالتوافق مع كل الأحزاب؟ أنا كما ذكرت أن هذا الأمر يلفه كثير من الضبابية والدعوة أتت من تجمع المهنيين ولم تأتي من قوى إعلان الحرية والتغيير مجتمعة. وبالتالي يبدو أن تجمع المهنيين قد أراد أن يفرض أمرا واقعا وأن يستبق القوى الأخرى في اتجاه إعلان عبر مؤتمر صحفي في ساحة الاعتصام، مشهود من الجمهور ومن قوى الحراك الثوري نفسها. وهذا يشكل عنصر ضغط إضافي على المجلس العسكري وعلى القوى السياسية المختلفة بفرض أمر واقع. أنا في تصوري أن المشهد السوداني الآن هناك كثير من التقاطعات فيه، هناك إعلان مثلا عن حركة للإصلاح والعدالة تعلن عن موكب في القد يمثل الطيف الأخواني في السودان، وتريد أيضا أن تفرض واقع جديد في الساحة، وربما يؤدي هذا إلى كثير من الاحتكاكات. والأوضاع في الخرطوم الآن في ظل حالة الاحتقان ومع عدم وجود خطوات عملية من قبل المجلس العسكري في نزع سلاح الميليشيات، نعم، الإخوانية في الخرطوم، نعم، هذا واضح، يجعل الوضع على كأنما السودان الخرطوم الآن على فوهة بارود. واضح، شكرا جزيلا لك من الخرطوم السيد الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي.